أخبار الثامنة والربع من صوت لبنان. العناوين: صباح الخير. النار وصلت إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيزوبيل بعد الكفاءات مهددة بالإقفال. وكيو ميجيان لصوت لبنان: عم نأمن قد ما فينا هلا نضغط باتجاه إنه يندفع له الفصل الثالث والرابع للعام 2018. تبريد المحاور بين التيارين البرتقالي والأزرق مستمر، ولجنة المال تعاود اليوم بحث الموازنة. مصادر المستقبل: وجود الحرير في السلطة يحدده هو نفسه. قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قد يوصي بعودة الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة لمواجهة تهديدات إيران. استعمل أي بطاقة من بنك الاعتماد اللبناني، جمع نقاط واستبدلها بميلات، تتسافر وين ما بدك وقت اللي بدك، وعلى متن شركة الطيران اللي بتختارها. بدك تسافر على حسابنا؟ اعتمد علينا. بنك الاعتماد اللبناني، دايما بقربك. مع انخفاض منسوب التوتر بين التيارين الأزرق والبرتقالي، ترجمة لقرار واضح بالرغبة في استمرار التسوية الرئاسية، تعود الدماء إلى عروق السياسة اليوم مع معاودة لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعاتها لدرس مشروع الموازنة. وكان لافتا حرص تيار المستقبل على التأكيد أن المواقف الأخيرة التي أطلقت من داخل البيت الأزرق لا تعبر بالضرورة عن الموقف الشخصي للرئيس سعد الحريري في إطار مساعي التبريد المبذولة بين الطرفين، فيما نقل زوار عبدة عن رئيس الجمهورية ميشيل عون تمسكه بالتسوية، وأنه ينتظر زيارة الحرير بعبدة للتداول في التطورات والتباحث بإمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. لكن كل ذلك لا يخفي أن المشاكل الأساسية التي تحاصر اللبنانيين في مكان والمسؤولين المولجين إيجاد حلول لها في مكان آخر، وأن وجع الناس هو في آخر اهتمامات هؤلاء المسؤولين. واحدة من المشاكل القديمة الجديدة المشكلة البيئية، حيث دلت دراسة علمية جديدة على أن بيروت تختنق بارتفاع التلوث فيها إلى مستوى يفوق المعدلات العالمية الموضوعة. بالعودة إلى نيران الموازنة، وصلت هذه النيران إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأصاب المسؤولين عمل الألوان، بحيث أصبح متعذرا عليهم الفصل بين المؤسسات الوهمية وتلك التي تؤمن خدمات فعلية ملموسة على الأرض، مثل مؤسسة سيزوبيل التي وصل مقص التشحيل إلى موازنتها. والبداية من هذا الملف: مزيد من التهديد للأمن الاجتماعي بعد دعوة إدارة سيزوبيل المختصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الأهالي إلى تدارس لتتدارس معهم سبل توفير الحد الأدنى من الرعاية لأبنائهم قبل إقفال محتمل ولو مؤقت للمؤسسة في نهاية حزيران الجاري. وأعلنت المؤسسة أنها ستتوقف قصرا عن تأمين الوجبة اليومية فيها، بحيث تستبدل بالساندويشات والطعام الذي يؤمنه الأهل يوميا، إضافة إلى أنها قررت تعديل دوام استقبال الأولاد في المؤسسة. إشارة إلى أن المؤسسة ترعى حاليا نحو 1350 من ذوي الحاجات الخاصة أو من الذين يعانون صعوبات تعليمية. المشكلة ليست محصورة في سيزوبيل، إذ أبلغ مجمع الرحمة لذوي الحاجات الخاصة في طرابلس موظفيه 120 عدم إمكان تسديد رواتبهم ابتداء من هذا الشهر بسبب تأخر دفع 1.2 مليار ليرة لبنانية تقريبا من وزارة المال لمستحقات الفصلين الثالث والرابع من موازنة العام 2018، ما يهدد باستمرار توفير حاجات
350 ولدا من ذوي الحاجات الخاصة. الوضع صعب كذلك لدى مؤسسة الهادي للإعاقات السمعية البصرية التابعة لمؤسسة المبرات الخيرية، والتي أكد مديرها الشيخ إسماعيل الزين أن مستحقات المؤسسة لدى وزارة المال وصلت إلى 4 مليارات ليرة، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى إجراءات تقشفية عديدة لضمان الاستمرار. ما يجري في سيزوبيل وغيرها شكل مادة حوار مباشر بين رئيسة المؤسسة والمديرة العامة فيها فادية صافي ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار كويوميجيان عبر صوت لبنان. احنا وصلنا لمحل حالتنا الاقتصادية والمادية كتير صعبة، شو بدنا فينا نعمل؟ قلنا للأهل رح نبلش نقيم شوي شوي نشوف، الله يدبر لحتى الله يفرجها. وقفنا كل مصروف الأكل لأنه المطبخ كله بده يشتغل، وقفنا نهار بالجمعة بحزيران للبرسونال وللولاد، يعني حتى قلت لهم أنا كل شيء بخصمه ما فيني أدلكمي لأنه ما فيني ركب على حالنا الجو. وقفنا كل تموز، يعني وقفنا السنة بحزيران بدل تموز وكل النشاطات الصيفية للولاد لأنه وضعنا كتير صعب. إذا الشؤون ومعالي الوزير أنا بحييه لأنه كتير عم يشتغل معنا، بس هو بيعرف كتير منيح أنه صار لنا سنة. شو بتطلبي منه لمعالي الوزير معك مباشرة؟ شو بتطلبي منه؟ هو بيعرف كتير منيح، بدنا على القليلة الفواتير الصف الثالث والرابع، بدنا نمضي العقود يلي عقودنا 2019 لنا شغلين نص السنة تقريبا بعد ما مضينا العقود، وبدنا أنه سعر الكلفة بعدين بس الأمور تستتب شوي نقدر نزيده لأنه بعده مقرش على 2011. هذا وضع 103 مؤسسات بلبنان. معالي الوزير قيوم جيان، قلت أنت بتغريدة إلك رح تحمل هذا الهم إلى مجلس الوزراء، شو رح تحمل لمجلس الوزراء وشو الحل بتصورك؟ أنا حامل هذا الهم من أول يوم فت على الوزارة فيه اليوم، يعني قلنا من 3 أشهر طرحين الصوت وعم ندق نقص الخضر إن هذه الجمعيات بحاجة إلى مزيد من المساعدة. بأيد كل يلي قلته ست فادي، يعني معروف وضعه صار، عم نأمن قد ما فينا هلأ نضغط باتجاه أنه يندفع له الفصل الثالث والرابع للعام 2018. هلأ بالنسبة للعقود بس ناطرين تقر الموازنة اللي عم نحضرها جاهزة العقود تنمشيها فورا. مش هذه المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية إضافة لمستحقاتهم يلي لازم تندفع، عندنا كمان سعر الكلفة يلي بعدين لازم يعيد النظر فيه، ومحضرين نحن أوريدي أنه نزيد لهم لأنه يجب دعمهم أكثر لهذه المؤسسات يلي هي تؤمن الخدمات يلي لا الدولة ولا حدا آخر عم بيقوم فيها. فتأييد كامل لإلا. أنا من السبت يعني عملت اتصال بوزير المال، رح أعملها أولويتي المطلقة، وهيدي أولويتي مع الشيخ إسماعيل مع كل المؤسسات الأخرى عم بجتمع معهم إنه بيعرفوا. يعني تقدر تطمنهم إنه هذه المؤسسات لن تقفل؟ يعني سيزوبيل مثلا ما رح نشوف إقفال لإلها بعد شهر؟ بتمنى من كل قلبي إنه ما نشوف إقفال سيزوبيل وما نشوف إقفال أي مؤسسة أخرى. رح أبذل كل جهدي أنا سواء مع الدولة أو مع غير الدولة. الحقيقة أنا بطرح الصوت اليوم أمام كل اللبنانيين، فلنتضامن اجتماعيا جميعا، يلي قادر خلي يساعد. يعني هون بدي أتوجه، إذا الدولة ما قادرة بدي أتوجه للمتمولين للرأسماليين للمصارف، كل واحد فاعل خير حابب يساعد هالمؤسسات لأنه هيدي هي شبكة أماننا الاجتماعي. إذا فقدناها معناتها مجتمعنا رح ينحدر إلى قعر إلى الأسفل. إذا ما نقدرين نهتم بهالفئات هيدي تنخليها واقفة، تنخليها مستمرة بتقديم خدماتها لفئة شعبية تطال حوالي 400 إلى 500 ألف مواطن لبناني، إنسان لبناني، نحن بنكون اجتماعيا راحين نحو السقوط. وبالتالي رح أعمل أولويتي، أنا رح أبذل كل جهدي مع المعنيين بالدولة اللبنانية لتأمين مستحقاتهم. إن شاء الله بننجح خلال هالأسبوع بحل هالمشكلة. وبالانتقال إلى السياسة، تعقد لجنة المال والموازنة هذا الأسبوع 9 جلسات، أولها عند 10 من قبل ظهر اليوم. أما الثلاثاء والأربعاء والخميس فتعقد اللجنة جلستين يوميا، الأولى في 10 صباحا والثانية في 5 عصرا، وتختتم اللجنة الأسبوع بجلسة عند 4 من بعد ظهر يوم الجمعة. وزير المالية علي حسن خليل رأى أن من الضروري ألا تتأثر ورشة الموازنة بالتشنجات السياسية التي حصلت في الآونة الأخيرة، والتركيز يجب أن يكون على نقاش سريع ومسؤول.
ورأى وجوب أن لا يغيب عن بال القوى السياسية أن الأولوية والتحدي الدائم هو معالجة الوضع الاقتصادي. النائب الأولى نحاس تحدث لصوت لبنان عن المسار المتوقع أمام مشروع الموازنة. هذا المسار اللي بدنا نقول بدنا نرجع نقرأ الأرقام اللي حطوها أو التوافقات اللي عملوها. بس أنا رأيي صعب التغيير الكبير لأنه الكتل النيابي الموجودة بالحكومة موجودة بمجلس النيابي ذاته. بس ولكن كل واحد ما كان عنده المجال أنه بجوز يقول رأيه أو ما عنده مجال يعدل بعض الأمور حيجي على اللجنة لا يقدر أنه يعدل بعض الأمور. أنا رأيي التعديلات يجب أن تكون أساسية أو لا تكون. بس صعبة لأنه أنا رأيي الحكومة هي مجلس النيابة ومجلس النيابة هي الحكومة. ولكن هل من هالموازنة هيدي هل تعكس حقيقة التغيير المطلوب؟ هل تعكس حقيقة الإصلاح المنشود؟ هل تعكس حقيقة ما يسمح عليه اللبنانيين الخروج من هذا النفق؟ أنا عندي شك كبير بهذا الموضوع. إذا ما بيقول عندي يقين أنه نحن ماشيين بالاتجاه الغلط، نحن باتجاه معاكس عما يجب أن نمشي فيه. نقاشات الموازنة برأيك رح تتأثر بالجو السياسي المحتقن السائد اليوم؟ ما بعتقد بتأمل لا، لأنه بالنتيجة داخل مجلس الوزراء كان في هناك تشنج بالأساس وكان في هناك مقاربات مختلفة، ولكن مقاربات على التفصيل وليس على الأساس. أنا رأيي هالمقاربات المختلفة حترجع تبرز بنقاشات الموازنة. بس أنا ندائي أنه إذا بنقدر بالنتيجة نصوب بعض الأمور الأساسية يمكن بيكون هذا أفضل. بس أنا ماني شايف أنه بالنتيجة في طروحات متباعدة كتير، ماني شايف أنه في هناك بدهم حقيقة يعني مسار مختلف وناس بدهم مسار مختلف آخر. لا، أنا رأيي اختلاف على تفاصيل وليس على الأساس. هذا اللي قلت أنا بالنتيجة نحن حنجرب ككتلة أن نقوله ونوضحه لأنه ما فينا نكفي بهالمسار. عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشيل موسى تحدث لإذاعتنا عن التعديلات الممكنة على مشروع الموازنة. خلينا نشوف رأي الكتل، يعني اليوم بده يكون أول جلسة فعلية للدراسة، ففي طبعا آراء مختلفة يعني عند الكتل النيابية، فرح يبين هالموضوع هيدا. وطبعا يعني الآخر مجلس النواب عنده سقف هو الالتزام بسقف الموازنة، يعني ما بيستطيع أنه يزيد هذه الموازنة، لكن أكيد رح يجي في تعديلات بكثير من البنود اللي تحت هذا السقف. تعديلات جذرية ولا طفيفة؟ البعض بيقول أنه ما كتب قد كتب بمجلس الوزراء. يعني الواضح اليوم أنه مكونات مجلس النواب ذاتها موجودة مجلس الوزراء، لكن أنا بقدر أنه في مساحة كبيرة من المناقشة رح تكون مجلس النواب، لأنه مجلس النواب على تماس أكبر مع الناس يعني كنواب، وبالتالي لا في تعديلات رح تكون، بس أنه مش ممكن يعني كان مفترض أنه يكون في وضعية إصلاحية تسبق هذه الموازنة تدرس بشكل مالي. اليوم نحن يعني بعجالة بهذا الموضوع، ما بعرف يعني رح يكون في تعديلات، بس ما بظن أنه رح يكون يعني في شيء جذري بهذه التعديلات. على خط سياسي آخر، يزور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريساتي دار الفتوى عند الواحدة من بعد ظهر اليوم للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وسيكون لجريساتي موقف يؤكد وحدة الصف الرسمي والسياسي والوطني بعد المواقف التي تحدثت عن استهداف للطائفة السنية، كما سيقوم وفد من منسقية التيار الوطني الحر في بيروت بزيارة دريان للغرض عينه. توازيا تراجعت الحملات بين التيارين الأزرق والبرتقالي وتركزت المواقف على ترميم العلاقة المتصدعة. تلفزيون مستقبل سعى في مقدمة النشر المسائية إلى استيعاب الأمور، فأكد أنه عندما يقرر الرئيس الحريري أن يأخذ قراره فهو لن يحتاج لمن يمتطون أحصنة المقربين للنطق باسمه وإطلاق المواقف والتوقعات والتحضيرات التي لا وجود لها في قاموس الرئيس. وحسمت المقدمة ما تردد نهارا في بعض كواليس السياسة عما وصفته نصف استقالة للحريري، فأكدت أن وجود الرئيس الحريري في السلطة يحدده هو نفسه، لا المقابلات المتلفزة ولا من يقف وراء المقابلات المتلفزة والذين يراهنون على شيء ما يمكن أن يقدم عليه الرئيس الحريري، يحتاجون لشيء من التواضع في مقاربة ما يجول في نفس رئيس الحكومة وما ينوي عليه في المرحلة المقبلة. الدفاع عن التسوية الرئاسية هو الحاضر الكبير في مواقف فريقي المستقبل والتيار الحر. عضو تكتل لبنان القوي النائب ألاعون تناول في حديث إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال موضوع التسوية الرئاسية.
أي رجوع عن التسوية معناتها تغيير كل المعادلة بما فيها الحكومة وبمعظم مكوناتها. الأهم هلأ بهالمرحلة هو أنه نتطلع كيف بدنا نكمل. وفي ملفات كتير قدامنا ما نتفاهم عليها نحن وياهم حتى نقدر نكمل لقدام. واللي صار شو المقصود منه؟ هل هو ردت فعل فلتت من إيدين فريق المستقبل وخرجت عن سيطرته؟ أو هي فعلا محاولة تفتيش عن عذر للابتعاد عن التيار لسبب ما مستور؟ هذا السؤال. مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري دافع عن موقف تيار المستقبل. قمنا بكل ما يساعد على نجاح هذه التسوية، وإذا كان هناك من خلل ما يسأل الفريق الذي ربما يعني يؤثر سلبا على هذه التسوية، ولسنا نحن من نسأل. بعض التشنجات وبعض التصاريح والمواقف التي لا تخدم استقرار هذه التسوية تؤثر بشكل أو بآخر على هذه التسوية. لابد من ممارسة الجهد الذي يقلل من التشنجات الوطنية ويقلل من محاولة انتزاع انتصارات وهمية ضيقة. في المقابل، المشكلة بين تيار المستقبل والحزب الاشتراكي تتجاوز التنافس البلدي إلى ما هو أبعد، والبعض يشير إلى امتعاض رئيس التقدمي وليد جملاط من الأداء السياسي بعد التسوية الرئاسية. هذا الواقع عبر عنه عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، الذي غرد عبر حسابه على تويتر كاتبا: رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والله يحمي اتفاق الطائف من أعدائه. التحقيقات في العملية الإرهابية في طرابلس متواصلة، وكل التفاصيل مع جوزيفين أبي غصن. تعقد كتلة المستقبل اجتماعا استثنائيا اليوم في طرابلس تضامنا مع المدينة ومع القوى الأمنية والعسكرية في أعقاب العملية الإرهابية التي استهدفت الجيش وقوى الأمن الداخلي وأسفرت عن استشهاد 4 عسكريين. مصدر في الكتلة أوضح أن اجتماع الكتلة سيعقد عند 3 PM في حضور وزراء تيار المستقبل والوزراء طرابلسيين، ويليه اجتماع آخر مع أعضاء المكتب التنفيذي ومع أعضاء المكتب السياسي للتيار في الشمال، ومن ثم يعقد اجتماع قطاعي نقابي عمالي. وزير الدفاع الياس بوصعب نفى أن يكون قد تراجع عن مطلبه التحقيق في ملابسات إطلاق سراح منفذ الهجوم على الجيش وقوى الأمن الداخلي في طرابلس عبد الرحمن مبسوط، مشيرا إلى أن هناك معلومات لم يتم عرضها على المحكمة، وقال إن الأيام المقبلة ستشهد إجراءات عدة تؤدي إلى طلب التوسع في التحقيقات لتبيان كيف أوقف الإرهابي مبسوط وكيف حكم عليه وكيف خرج من السجن، معتبرا أن هناك مجموعة أسئلة لابد من إجابات عنها تتعلق بتاريخ الإرهابي إلى حين توقيفه واعترافاته في خلال التحقيقات وما عرض على المحكمة من وقائع أو اعترافات. والآن إلى تغريدة الصباح. انتشر على تويتر هاشتاج جبران اعتذر بعد موقف لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، قال فيه: من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى، أكانت سورية، فلسطينية، فرنسية، سعودية، إيرانية أو أمريكية، فاللبناني قبل الكل. وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف للنشر والإعلام في المملكة العربية السعودية ربيع الأمين على كلام الوزير باسيل حول العمالة الأجنبية بتغريدة قال فيها: معالي الوزير، إذا خانك التعبير فالاعتذار واجب وفورا، اللبنانيون في السعودية مستاءون وغاضبون. بعد الفاصل، البيئة مشاغل ومشاكل. مسابح تبتلع روادها ومنقذون يحتاجون إلى الإنقاذ. أين الرقابة على المسابح والإجراءات التي تتخذ في حق المخالفين؟ ومن يتحمل مسؤولية غرق الرواد؟ نقطع السطر يفتح الملف مع منسق لجنة الحوادث البحرية ربيع غملوش ونقيب الغواصين المحترفين في لبنان محمد السارجي، ومداخلة لرئيس وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني سمير يزبك ومعنيين، الاثنين بعد نشرة أخبار 8:15 مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر.
حملة وزارة البيئة لتنظيف الشاطئ بعنوان نظف سمعتنا متواصلة بمشاركة سياسية وشعبية. الناس المشاركون في الحملة عبروا عن إدراكهم لحجم المشاكل البيئية. في كتير بلاستيك كله مرمي، أكتر شيء أنينا مي. أكتر شيء عم نلاقي هو السيجارة، وعم نلاقي كتير بلاستيكيات. كل ما بدنا نغطس بنشوف زبالة وهيك، نحن منلم بس إنه ما فينا نضلنا نلم كل زبالات العالم. وزير البيئة فادي جريساتي تحدث عن الحملة المقبلة. الحملة اللي جاي من بعدها هي أكيد لتدوير البلاستيك، اللي هي فرز من المصدر، اللي بدنا كل اللبنانيين يتجاوبوا معنا فيها. واحد ما منضر بيئتنا، واثنين منوفر طاقة، لأنه هيدي حق مصاري. البلاستيك اليوم التون 270 دولار، حرام. الشتوت العامة اللي اليوم بلديات هي عم بتديرها، والبلدية قادرة تطبق القانون وهي ضابطة عدلية وقادرة تعمل زبوطة لكل شخص بوصخ. إذا ما طبقنا القانون بالبلد وما جزينا العالم، ما بنعمل دولة وما بنعمل بلد. الوزيرة فيوليت الصفدي التي شاركت في الحملة تحدثت إلى الإعلاميين. لشباب المنزل اليوم لهذه المبادرة، نحن نطلب منهم أنه لما بينزلوا على الشاطئ ما يوسخوا وراهم. النائبة عناية عز الدين قالت يمكن بسبب سوء السياسات وسوء المسلكيات صار وضعنا على ما هو عليه، الوضع غير قابل للاستمرار. طبعا نحن لازم كل واحد منا ياخذ دوره. وقال النائب إيدي معلوف في خطة عم توضع وزارة البيئة، نحن خطة اللي رح تكون مدروسة هي الخطة اللي نحن رح ندعمها مشان النفايات ومشان الشواطئ. على خط بيئي صحي، تراجعت موجة حشرات النمنم التي اجتاحت الشمال وصولا إلى جبيل. المدير العام لوزارة الزراعة لويس لاحوت تحدث عن الأضرار الصحية. طمن الرأي العام اللبناني والمواطن اللبناني إنه هيدي منا مضرة، هيدي حشرات منا منزلية، ما بتضر لا بالسليم العامي ولا بالصحة العامة. وبدعي الجميع للتواصل مع المراكز الزراعية المنتشرة بالمناطق اللبنانية، وأنا أعطيت توجيهات لكل الفرق الفني تبع وزارة الزراعة بأخذ العينات، ورح نرسلها لمختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وتعلن نتائج خلال 24 ساعة. في سياق غير بعيد، تقارير علمية جديدة عن ارتفاع معدلات التلوث في مدينة بيروت. الدكتورة نجاة عون صليبة تحدثت عن أسباب التلوث الحاصل. أسباب التلوث ببيروت لقيناهن هن السيارات، موتورات الكهرباء. المعدل عمر السيارة بلبنان هو 19 سنة، ومنشان هيك في انبعاثات أكتر من غير بلدان. دكتور عصام لقيس قدر يعمل شيء اسمه هيت ماب، يعني وين التلوث بيتجمع أكتر ببيروت. عملنا مسح لمنطقة الحمراء ولقينا أنه بين كل بنيتين في بمعدل موتور كهرباء. الدكتورة زينة عون باشا تناولت الأضرار الصحية. بتزيد عوارض الربو، بتزيد التهابات الأصابات الهوائية أو الاحتقان الرئوي، بس كمان هالتلوث البيئي عنده مفاعيل على كل المشاكل المزمنة مثل مشاكل القلب، مشاكل جلطات الرئة، السرطان. توقعت الإذاعة الإسرائيلية مساء أن يعود الوسيط الأمريكي ديفيد ساترفيلد إلى بيروت اليوم آتيا من إسرائيل، وبجعبته جواب إيجابي بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن لبنان رفض الشرط الإسرائيلي بتحديد سقف زمني مدته 6 أشهر لإتمام ترسيم الحدود، مطالبا بإجراء مفاوضات مفتوحة حتى التوصل إلى حل هذه القضية. مع صدور نتائج انتخابات نقابة الأطباء في بيروت والتي أظهرت فوزا كاملا للائحة النقابة تجمعنا برئاسة الدكتور شرف أبو شرف، غرد رئيس الكتائب النائب سامي الجميل كاتبا مبروك للرفيق العزيز الدكتور برنار جربيئة ولائحته الفوز في نقابة الأطباء في بيروت. سنكون كما في كل مكان عينا ساهرة على حسن الإدارة والتطوير نحو الأفضل. تجدر الإشارة إلى أن جربيئة هو المرشح الكتائبي على اللائحة الفائزة وحصل على ثالث أعلى حاصل انتخابي. وصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى طهران لاستكمال المساعي للإفراج عن المواطن اللبناني نزار زكا، ومن المتوقع أن يعود إلى لبنان اليوم أو غدا وبرفقته زكا، حيث من المقرر التوجه مباشرة إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون. ونسبت وكالة أنباء فارس إلى غلام حسين إسماعيلي وهو متحدث باسم السلطة القضائية في إيران قوله تلقينا طلبا من المتهم ومسؤولين لبنانيين لإصدار عفو وإطلاق سراحه، ونحن ننظر في هذا الطلب بوصفه قضية خاصة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن آية الله علي خامنئي عفى عن نحو 700 سجين، لكن إسماعيلي قال إن زكا لم يكن على قائمة المعفى عنهم. أعلن القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال فرانك ماكنزي أنه قد يوصي بعودة الوجود الأمريكي المكثف في منطقة الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران، حسب ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم. وفي المقابل رأى وزير الخارجية الإيراني محمود جواد ظريف أن دول الاتحاد الأوروبي ليست في وضع يسمح لها بانتقاد إيران حتى في القضايا التي لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وأكد أن بلاده لا تحتاج إلى أمريكا ولا تسعى للتواصل معها. في الملف السوري لفت محللون عسكريون إلى أن روسيا تدير المعارك في إدلب من قاعدة حميميم نيابة عن النظام السوري. لفت وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، وهو أحد المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، إلى أنه مقتنع بأن إعادة التفاوض ممكنة لتجنب حصول بريكسيت من دون اتفاق. إلى ذلك ذكرت صحيفة تيليغراف أن بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل يعتزم خفض الضرائب على الدخل بالنسبة لبعض الموظفين من خلال رفع الحد الأدنى لواحدة من أعلى معدلات الضرائب في البلاد. أمام الحشود في ساحة القديس بطرس دعا